السلام عليكم. التمست نيابة محكمة الدار البيضاء عامين حبس النافذة و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية مع الإيداع من الجلسة في حق طالبتين ضبطتا متلبستين بالغش في قاعة الامتحانات خلال اليوم الثاني من اجتياز امتحانة البكالوريا بثانوية ابن رشد بحي السوريكال بباب الزوار. المتهمتين تم تقديمهما صبيحة اليوم الاثنين أمام نيابة محكمة الجنح بالدار البيضاء وفقا لإجراءات المثل الفوري للمحاكمة، وتمت متابعة المتهمتين بجنحتي تسريب أسئلة الامتحانات لاجتياز مسابقة التعليم الثانوي وتسريب أجوبة الامتحانات، ويتعلق الأمر بمترشحة حرة تم ضبطها متلبسة بحيازة جهاز بلوتوث أين كانت صديقتها تملي عليها الإجابة عن موضوع خاص في مادة القانون.